شباب بيفرح يا دكتور والله، طاقة وحماس وإيجابية ومثقفين أكتر مما كنت فاكرة بكتير الصراحة. الجيل ده هو اللي هيغير المنطقة، هينجح في اللي إحنا فشلنا فيه، عشان كده عاوزين نهتم بيهم ونساعدهم. حضرتك تفتكر التغيير جاي بجد؟ ولا بيسيبونا نتسلى؟ العالم كله فاهم إن تغيير المنطقة هيحصل. يعني العالم مستغني عن الأنظمة اللي في المنطقة وهيسيبهم يقعوا عادي؟ وجودهم أصبح باد في البيزنس، بس لو الشعوب اتحركت بيعهم هيبقى أكسب كتير من الوقوف جنبه. علشان كده أنا بطلب منك إن أنت تختاري أفضل العناصر اللي أنت بتدربيهم ونكثف مجهودنا في إن احنا نعلمهم وندربهم. أنا ابتديت أعمل كده فعلا. أهم حاجة إن شخصياتهم تبقى مؤثرة، يبقوا مؤمنين بالقضية ومضمونين، ومهم كمان إن هما ما يبقوش معروفين عند دوائر الأمن، وإلا نبقى بنحفر في البحر. تعرف إن أنت فيك حاجة من ليزا أول ما تقابلنا؟ أنا حلوة كده؟ قمر. أنا قريت السي في بتاعك كويس يا سيف. هو ملخفن شوية أنا عارف، بس معلش بقى أكل العيش مر. تسلم إيديك. شكرا يا سيف. اتفضل. اللخفنة دي ممكن تكون نقطة قوة. كويس إنه يكون عندك خبرة كبيرة ومتنوعة. بس اللي مش كويس إنه ما يكونش عندك خبرة طويلة في حاجة بعينها. يعني هو حضرتك تقصد إن أنا يعني ما ينفعش في الشغلانة دي؟ صبرا يا أخ سيف، ما تتسرع. احنا منظمة إغاثة عالمية يا سيف، نشاطها الرئيسي مساعدة اللاجئين في كل الدنيا، وعندنا موظفين ومتطوعين بالآلاف. ما شاء الله، ربنا يجازيك كل خير، هيقعد لكم الخير ده والله. أهم حاجة في شغلنا يا سيف الإيمان. الإيمان بالدور اللي بتعمله والمهمة اللي بتأديها. احنا عندنا مسيحيين بيساعدوا مسلمين، يهود بيساعدوا فلسطينيين، ملحدين بيساعدوا متدينين ومتشددين كمان. عارف ليه؟ ليه؟ لأن الإنسانية ملهاش دين ولا جنسية. كل اللي بتحتاجه الإحساس بالغير بس. الله، الإنسانية ملهاش دين ولا جنسية. على فكرة أنا مفيش حاجة مضيعاني في حياتي غير إحساسي بالغير ده والله. دي أكتر حاجة مضيعاني، يعني أنا تلاقيني مثلاً إيه بساعد أي حد أعرفه أو معرفوش، يسوى أو ما يسواش، ويجي يطعني في ظهري، بس أنا برضو إيه أساعده وأقول كل الوجه لله تعالى. الحقيقة مستر ريكاردو، الأخ سيف من يوم ما عرفته مثال الأخلاق والإنسانية. ربنا يخلي حضرتك يا رب، والله ده من ذوقك يعني. بس ده مش معناه إن أنا ما بفهمش في الإغاثة، لا يعني. وانا هناك في العراق كنت بتابع بقى اللي بيحصل، وكان ليا ناس اصحابي شغالين في الموضوع ده يعني. بس غريبه انك ما كتبتش في السي في بتاعك كنت تعرف مين هناك وفي انهي منظمه وفي انهي مجال. هي اخت فاضله الحقيقه، ما تخرش عن حضرتك خالص الحقيقه، اسمها مانويلا. مانويلا دي بقى كانت شغاله في منظمه، يعني كانت تاخد بقى الادويه، تاخد الاكل، توصله بقى في حتت بعيده في العراق. وكانت تكلمني وتقول يا سيف تعالى ساعدني، وصل معايا بتاع. فانا كنت بساعدها، بس كنت بعمل ده لوجه الله، ما كنتش بتاخد عنه اي اجر. وليش ما اشتغلت معها؟ غباوه بعيد عنك. وقتها بقى كنت شغال في المطعم والدنيا حلوه والفلوس رايحه جايه وبتاع، فقلت ما لا ملهاش لازمه. انا نفسي اساعدك من قلبي يا سيف، بس السي في بتاعك مش مساعدني لانه مختصر وما فيهوش تفاصيل. أنت ممكن تكلمني عن الشغلانات اللي اشتغلتها هنا وفي مصر وفي العراق، ده ممكن يساعدنا نلاقي لك الوظيفة اللي تليق بيك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.